السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هاي عليك هذه 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 لا زوج زوج هذه زاي وحدة هاي هاي جي 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 زوج وحدة شتاء خن هاي كوبي يا وش هاي زوج زوج بس خلفاري طيرتوا معها شش احنا فهيا هيدا كوب الكرونتا كوب تاع ما قالوا كيك 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 هذا مخ على بالك وين راهو يسكنه هذه السر هاي وين تبات هاي ولا غرا ها متخبيين ها هنا على بالك تضرب تقرص الواحد تطلق كروشي واحد تغرصه في بنادم بلا فرافيا بلا فرافيا لهنا عندها من هنا عندها واحد برك هذا يطار لها شوف ما عضت عندك لهنا وعندها الزوج ها شوف طلع رهيقة شوف شو شوف 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 لا السماء شو السماء شوف تلاقيه هودي قاعد قعس من داعي شوف درت شو من دلو هذا اكل يا عيال دخلت في الماء الغرقة في الماء السلام عليكم انا علي من قري من بلدية مشونش عندي صاحبي عزيز كل عام يجيني في لا سيزون هذه تاع الصيف نشرشيو على كوبرا نشرشيو على ماكرو في الفترة تفرحنا الطبيعة نلقاو ماكرو نلقاو كوبرا عزيز صاحبي هذا من غردايا عنده حديقة تاع الحيوانات اسمها حديقة الزواحف في غردايا السنة كي جا لقينا حلفنا الحظ لقينا كوبرا ولقينا ماكرو لقينا حتى كما نقولوا احنا الحنوش هذمك اللي ما فيهمش السم كما يقولوا له قرينا شوية الزريق ساعة لساعة نشارشي وما نلقاوش لخطاش صعيب شوية لزون دروات على الكوبرا باش تلقاها
والماكر وراه اكثر من الكوبرات ما هو راه سيد تخفي صعيب باش تلقاه ما حتى اللون نتاعو مع الطبيعه اللي يعيش فيها ما يبانش كاع ماشي كيما الكوبرا كاين كونتراستيه نوار وكاينه في ضرب الروجه كابل مارون الشيء اللي باغي نقولوا على الكوبرا نتمنى من المواطنين انهم ما يلعبوش معها راه ماشي حاجه سهله راه صح يشوفوا فيها كاك دي فوا كاين الناس ما يعرفوش الكوبرا هذه ماهمش عايشين في لي زون دروا تاع الكوبرا كيشوفوني نلعب معاها يبان لهم شغل حاجه سهله يروحوا ديركتهم ويعاد يلوحوا يديهم يبان لهم شغل حنش ما فيهش السم خلاص نحاول اني نفهمهم ونقول لهم باللي راهو السم تاعها راهو 1 غرام يقتل 10 عباد ماشي عبد واحد دي سيره ويقتل عبد دي بنادم كاع في 20 دقيقه باراليزيك تسمى قادر تخليك واش يسموه حتى في البلاصه هذه نقولوا احنا كي تكون خرجت لبرا في الطبيعه قادر ما تلحقش روحك حتى تخرج ترجع تروح للسبيطار ولا تعالج وما كانش البران تاعها خلاص في الجزائر باش واحد يدير حسابه باللي راهي البره تاعها ماشي كيما العقرب وكيما الماكرو وكيما لفعت على القرون كاع هذا ما راهم عندهم البره تاعهم عندك السيروم هذا تاع الكوبرا راهو حاليا في الجزائر درك ما راهمش يصنعوا فيه نحاولوا انه احنا نلمدوا الشيء المستطاع من هذه الكوبرا ونمدوها لهم هذا المخبر باستير باش يخدموا لنا البره هذه وماذا بينا يخدموها لنا في اقرب وقت انا تعرضت للقرص تاعها الكوبرا وتعرضت للقرص ديرنيير مون ثاني تاع الماكرو الماكرو ضرني بزاف الكوبرا تما برسك ما طلقتش بزاف السم لاخاطش كاينه في يدي في الساكا تاعها مع حطت النيبان تاعها جبتها منعت منها كنت ندير لامان فيها درت لها تما الظلمه ديما هي عندها واحد لا تكنيك دير روحها دايخه كي تحس بالظلمه تعاود ترد روحها تبرمج روحها شغل راهي في الظلمه تولي تتحرك تبوجي كي تعاود تشوف الضوء تولي تحبس درت فيها لامان مره درتها تحت التريكو لهنا دارت عليا قرصتني معها هي تحس بالسخانه وكنت هذاك نصيط لعبت بها شويه الحمد لله رانا منعنا منها مصح على بالي بلي مره اخرى قادره تديني وتسمع عندي كل روح رياضيه بكل فرح وسرور نتمنى اني نموت موته سريعه ولا نموت ونبقى متمرمد على الكوبرا هذه راهي قبيحه بزاف وبلاكم بلاكم انكم تلعبوا معها ولا ديروا الشيء اللي راني ندير فيه حاولوا تيفيتيوها وماكسيمو هي راهي في الطبيعه تاعها بعد راهي ما تشتيش بنادم وما تعيش في زون دروا تاعها في زون دروا تاع الناس دي فوا صح تروح تلقاها كجو ملائم لها تعيش في الجاردات دي فوا تشم الريحه ولا نعت كيفها راهي المهم تدخل حتى للديار ساعه لساعه نجبدها من الديار جبدتها حتى من الباطيمات جبدتها من بريمير ليطاج جبدتها من ما تصورش وين عاد تلقاها الكوبرا المهم واحد ديما يقرا حذرو لاخطرش راهي هي تما كي تقرب لها بزاف راهي تدافع على روحها وديفوندي على روحها ما تستناكش كاع واللي قاساته راهو ما يستناش لانه عاد يلقى علاج في السبيطار ولا يقول بلي عاد منا علاج حيت انه ديما يفيتيها ماكسيمو وماذا بينا انه كي لقاوها يعيطونا رانا نفرحوا بزاف كي نلقاوها ردوها ريكيبيريوها نحطوها عندنا ولا ردوها للطبيعه خلوها تعيش وتكاثر لاخاطش هي راهي كائن حي كما هي كما اي كائنات حيه هنا رانا في بسكرا في لوندروا تاع لو كوبرا كاين هنا دو موديل برسك اسمها دي كوبرينا لو كوبرا ولو ماكرو ولو كوبرا هادي اسمها نجاحاج في لو كوبرا الجيريا عايشه هنا في بسكرا وكاين نفعه واحده اخرى اسمها لو ماكرو ماكرو في بيرا الحق حتى الدومات الدومات 10 هادو كاع بارمي لي بلي دونجيرو دي سيربون هنا عندنا في الجيري هنا اكتيالمون لوندروا هذا رانا نديرو عليهم لا ريشيرش تقريبا رانا في 10 ايام هنا ديجو اسمها ديكوفرينا ان كوبرا وماكرو وماهيش سهله تما فيها تعب بزاف باش نلقى وحده ونتعبوا ورانا شاك فون ديكوفري ولا دي زيسباس ولا سبيسياليتي تاعنا في الزواحف رانا في غردايه في حديقه خاص بالزواحف ورانا نسيو لو ماكسيموم كيفاش من نلمو لي زيسباس تو سكي لي هنا في الجزائر هنا باسكو الدومين هذا سي فاست و شاك فوا تقريبا شاك اني رانا نفيزيو ان سباس نديرو عليه لا ريشيرش باش نجيبوه والناس تجي للحديقه ثاني تشوفوه وتعرف
يشوف واش عندنا كاع في الجيري. فارت لعب معاه شويه جمال يطلق روحه ويدير روحه ودايخ باش تروح تبعده الخنفوسه الكحله هذيك تضربها شويه كيما هكا دير روحها دايخه كيما هكا ما تبوشيش كاع تتبعد شويه هي تتحرك حتى هي ها دارت روحها دايخه ميتة شتا ميتة تشوف فيها كاع ميتة خليها روحو كاين ديفيرونس بيني وبين علي انا نتعامل معاه بالماتيريال ونتعامل معاه بحذر مي علي شويه يحب يلعب معاه بزاف حافظ شويه الكاركتير تاعها مي انا من جيتي مهدبيا ننصحو ما يفيتي لو سيستم هذا باسكو علي ما نحبوش يتقاز الكوبرا باسكو الكوبرا هذه ما ترحمش حاجه سي نورمال هي ربي دار لها لا ديفونس تاعها راي معاك مي في اي وقت قدرت سمت تخلعك.